مين اللي شايع علبة المزيكا الخشب الكبيرة؟ يوسف بيه اللي كنا شغالين عنديهم في اسكندرية. شايعها ليه؟ هدية. هدية؟ ويهديك ليه يا عايجة؟ يهديك ليه؟ ردي تعالي. هموتك هموتك يا فتحة. جيني سكراني. اجيبي اجيبي ابوي انت لا يا حلاوي واضربك انت كمان عشان مؤنس عليها وبجرون يا جليل الرباعي والله لو جربت من زكريا الموتوت سايب الراجل وسايب بنتك واحد يدك يلا يا نادر لو طلعت تبقى طارق يلا يا نادر توصنيور يلا يا بنتي كان نفسي اموتها الاول بس بنتك طالق يا زكريا بنتك بتاعت الدكتور طالق يا زكريا حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل يلا يا بنتي شوية المركوب الشوية المركوب مشي معاي الشوية المركوب مشي معاي احنا جايين نستسمح حضرتك يا هانم ويوسف بيه اسمح لي بس انا الاول ارحب بحضراتكم وطبعا بالانسه ام كلثوم تشربوا ايه؟ كلنا شاي يا هانم كتر خيرك شاي هندية الحقيقة احنا كنا عشمانين ناخد لقطتين ثلاثة في القصر في فيلم الأنسة وأم كلثوم الجديد اسمح لي يا بيه معلش أنا مش فاهمة يعني إيه لقطتين في القصر؟ اشرح للهانم الأستاذ أحمد بدرخان المخرج قصر سعادتك يا هانم مميز جدا كموقع وطراز معماري فلو أمكن يعني ناخد الحديقة والقصر يوم من أول النهار نحط فيه كاميراتنا والست أم كلثوم والسادة الممثلين يعملوا شغلهم واللي حضرتك تأمري بيه كمقابل مادي إحنا تحت أمرك معقولة حضرتك جاي قصر نوار باشا تشتري يوم؟ ما هو كمان لما الفيلم يتعرض هيكسب والناس هتروح وهتتفرج وهتدفع الفلوس بحقك ولا هو هيكسب واحنا لأ ها ايه رايك يا يوسف بيه؟ والله الانسه ام كلثوم احلى صوت في الشرق كله ومجيتها لحد هنا حاجه تسعدني وتشرفني جدا الله يحفظك يا باشا لكن القصر قصر خديجه هانم وهي اللي هتقول تسمح بايه وما تسمحش بايه الحقيقه يعني اللي انا ممكن اسمح بيه ان الانسه ام كلثوم تقعد معانا يوم كامل هي تغني وانا اسمع بس حكايه يعني ان تصوروا في القصر دي متهيألي صعبه يعني اسمحي لي يا هانم اقول لسعادتك ان تصوير في القصر ده هيخلي القصر يعيش للابد لان شريط السينما شريط عمره طويل واللي هيشوف الفيلم يبقى بيشوف قصر نوار باشا وانا مستعد اكتب كده في اول الفيلم مع شكر خاص لحضرتك وليوسف بيه والله يعني أنا ممكن أوافق بس في حالة واحدة إحنا تحت أمر حضرتك الأنسة أم كلثوم تغني وأنا أسمع يا خبر بس كده تحب تسمعي إيه يا هانم؟ شعر الشريف الردي قولي لطيفك حاضر قبل الشاي طيب ولا بعد الشاي؟ وتنطفي نار يوسف، مالك يا يوسف؟ مالي خديجة هانم؟ انت تعبان فيك ايه؟ مش عارف خديجة هانم، حاسس اني دايخ شوية، بس ما تقلقيش انا هبقى كويس، مفيش حاجة. صباح الخير. يوسف، هو انت بترقصي الليلة دي يا صوفيا ملت زيادة؟ انا هيتفرح ولا اني بيتهيألي؟ طلقني يا واد. وانا لما نسألوكي سؤال يبقى الرد طلقني؟ ايوه يا روحي، لما تسألني السؤال ده يبقى الرد طلقني. ودلوقتي شركة وتفضت يا واد؟ لا ما انفضتش، ما انفضتش يا اصداف، عشان الشركة بقى فيها سمير وانا ما نقدروش نبعده عنه. ومين قال انك هتبعد عنه؟ انت ابويا يا واد، طلقني وهتفضل ابوه وهنفضل كلنا اصحاب. احنا اللي بينا اكتر بكتير من الجواز. يعني لما رقصت الليله دي وملت انا هيتفرح كنت فعلا مايله يا اصداف؟ ردي. والله بقى ملت ما ملتش مش مهم يا وديع، طلقني احسن من الشك والرغي وقله الادب، وطلقني دلوقتي قبل ما نطلع من الاوضه. انت طالق يا اصداف. ربنا يكرمك يا وديع، طول عمرك جدع وهنفضلوا اصحاب. ما تحرمنيش من سمير. ولا عمري نقدروا نحرمه منك، ده ابنك وحبيبك يا وديع. حضرتك طبيب وعارف ان الفحص السريري بيبقى مش كافي يا دكتور يوسف، بيبقى بشكل مبدئي، انما احنا لازم نروح مستشفى ونطمن. مستشفى؟ مستشفى مكان عادي خديجة هانم، حضرتك عارفه ان المستشفى بالنسبه لي مكان مش مفزع. الشاكك في ايه دكتور الياس؟ الكبد منتفخ بشكل اكبر من الطبيعي، هناك في دكتور فرنساوي شاطر وده تخصصه، نطمن ونرجع. كبد؟ نطمن على ايه؟ اطمني خديجة هانم، ده كلام دكاترة مع بعض. طمني. فين بامبا؟ انا هفضل انده كتير كده. تحت امر حضرتك. فين بامبا؟ ما تقدرش تطلع لحضرتك، هي تعبانه خالص وعاوزه حضرتك. ايه يا بامبا؟ سلامتك، مالك؟ كل حي وله وقته يا هانم، تعبتك ونزلتك. لا لا ما تعبتنيش، انا هجيب لك دكتور. ربنا اجرى في استعانه. هنديه خليها تسجل الدكتور بسرعه. الدكتور يوسف كان كاتب لي علاج وكان مريح، لكن خلاص ما عادش ينفع. طب ارتاحي ما تتعبيش نفسك وتتكلمي كتير. عارفه انك بترتاحي معايا في الكلام يعني، بس انا مش حابه موجوده خلاص. هندية كويسة وبتتعلم، خليها وخلي عيالها في خدمتك يعني. مش هوصيكي على يوسف بيه ابنك، والله ما في أحن منه يا هانا. يعني أول ما عرفت إنه عيان رحت خالص، سايق عليك النبي لا تشوفي هو نفسه في ايه وايه اللي هيريحه وعمليهوله. دنيا من فاتة يا هاني، مش عاوزة غير النفر يفرح، واني فرحت وسعيت اتجوزت وعيالي اتولدوا في بيتك وشبايلك في رقبتي اليوم الدين. كتر خير. أما كنت عاوز اكلمك في الموضوع ده واستنيت لما هلا والله يرحمه مات والشهور عدت. خير. سنيورة، في ولد عندي بالتربة عاوزها. سنيورة عطيت خطير. البنت مش صغيرة. وانت شايف انه جدع وزين وعيراعي ربنا؟ اهو كويس زي كل الناس. لا مش زي الناس وخلاص، هيعرف يقرا ويكتب موافقه. مين هيعرف يقرا ويكتب؟ لا انا بنتي معلماها، والجهل عفش هيقسي القلب ويخلي اليد غشيمه. كانه يعرف يقرا بسيط ويراعي ربنا، عشان اللي ما يراعيش ربنا محدش يقدر يوقف له. عادي يا نادر، ما يعلم القلوب غير ربنا. انا شايف واد مليح، ما تعجديهاش. وما يسكنش البت مع حد، لا ام ولا خاله، البت يبقى لها مقعد لوحديها. يا ابوي ده انت طلعتي حما واعرج قوي يا نادر. ويكون نظيف وعايق ولبسه مليح، سنيوره متربيه على النظافه. ما اقول له لا اريح، ده انت عاوزه بيه. ليه لا؟ ما دي سنيوره هانم حلوه ومتعلمه. ماشي يا نادر، خليني اشوف واعرف واقول لك. في حاجة مكسوفة أقول لك عليها وماليش حد تاني أقول له. خير يا بنتي. أنا حبلة. بعد إذنك يا هانم، هياخدوه يدفنوه في البحيرة بلدهم. الله يرحمه. روح معاهم يا ياسر. كتر خيرك يا هانم. مين هيفضل في القصر؟ هندية هتكون مع حضرتك يا هانم. ده أهلي ألفة. حاضر يا هانم. شدي حيلك يا ألفة، بمبة كانت غالية عندي قوي أنا كمان. كتر خيرك يا هانم، وكلنا في خدمة حضرتك. والله والله ما شفناش عندكم غير كل خير. بمبة وصت إنكم تفضلوا هنا في القصر. قولي لجوزك لو تحبوا ترجعوا، هندية لوحدها مش هتبقى كفاية. حاضر يا هانم، هبلغ جوزي. ياسر هيبقى معاكم في الطريق، لو احتجتي حاجة قولي له. حاضر. السلام عليكم. ماما، يوسف جاي القاهرة وهقضي معاه اليوم كله. ها؟ أهلا وسهلا. اتصالحتوا يعني؟ طب كويس. أنا بصراحة لقيت الموضوع الخصام ده صعب قوي. الصلح خير برضه. خير يا حبيبتي، خليكي اتغدى هنا. يا سلام، بتتكلمي جد؟ دي الأصول. معقول يجي القاهرة ويتغدى بره؟ إزاي يعني؟ ما يصحش. انا قلت هدى هانم هتقول لازم اكون عارفه من قبلها، مفيش حاجه اسمها يجي على غفله، وتلكيك الحموات اللي مش طايقين جواز بناتهم دول. دي حاجه ودي حاجه. مش طايقاتي حاجه تخصني، انما يتغدى دي الاصول والحق. ام الجدعنه والاصول يا هدهد والله. هقول له يا رب يوافق. ما هو لو ساعدته ما وافقش هيبقى جلياته قليل الادب. جرايه هدهد، انا لسه ما لحقتش افرح بجدعنتك، انت ليه محسسني ان انت عازماه عشان تطرديه؟ ليه؟ 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 ما حاجه تفور الدم. قال يا رب يوافق، قال ان شاء الله عنه ما وافق. لا هيوافق، يوسف ابن بشوات وهيوافق. بشوات؟ السلام عليكم يا هدهد. شرفتنا يا يوسف بيه. ربنا يخليك، متشكر. بدأت تجهز نفسك يا يوسف ولا لسه؟ الحقيقة مستني نشوف حكم القضية بتاعت القصر. طب لو المحكمة حكمت إن القصر للدولة، بنتي هتسكن فين؟ في أحسن مكان يا هدى، في أحسن مكان. هي سلمى محتاجة؟ أنت هتجيب لها شقة؟ ولا هتسكن معانا هنا في الفيلا؟ عموماً أنا ما عنديش مانع، بس أفهم. لا طبعاً، هنتجوز في بيتنا اللي هنعمله، سواء في القصر أو غيره. أو غيره ده أحب أعرفه. طب ماما إحنا على الغدا، بعد الغدا في شاي وقهوة وجاتوه، مش كده؟ من فضلك يا سلمى، الهانم سألت وأنا بنعرف أرد. أنا لما طلبت إيد سلمى كنت مقرر أجيب شقة، وأجلت الفكرة لحد موضوع القصر والقضية ما تخلص. بس الحقيقة عايز أطمنك يا هانم، إحنا مش هنتجوز في شقة يشتريها فاروق بيه، ولا هنقعد عندكم في الفيلا. أمال هتقعدوا فين؟ وأنت بتشتغل إيه؟ وبتاخد كام؟ معلش سلمى دخلتك البيت قبل ما نسأل الأسئلة اللي كان المفروض نسألها. حقك يا وداع. الحقيقة أنا بنشتغل في مكتبة جنب القصر ومرتبي 3000 جنيه، وكمان في وديعة بنصرف منها. هو صحيح موضوع الجواز ده جه فجأة، بس مش عذر، وأقدر يعني أجيب شقة صغيرة في اسكندرية وأعيش زي ما الناس عايشة. وسلمى هتسكن في شقة صغيرة في اسكندرية؟ يا يوسف لسه ما دقتش الكفتة، اوعى تفوتك. الكفتة دي الحاجة الوحيدة اللي هدى هانم عاملاها بإيدها. أوكي يا ماما، طالما حضرتك مصرة تتكلمي على الأكل أنا موافقة إن أنا أعيش في شقة صغيرة. يا بنتي لا في لا شقة صغيرة ولا حاجة، هو عنده قصر وأنا باباكي، تعيشي في شقة صغيرة ليه؟ هي هدى هانم كده بس دايما تحب تسخن الغدا. وأنا شايف إن الهانم ما قالتش حاجة غلط، من حقها تطمن. الحقيقة بالرغم من هدوءك وذوقك ودبلوماسيتك أنا ما اطمنتش. هروح أخد الدواء بتاعي، البيت بيتك. هي أكلتها كده. بس بالمناسبة أنت لسه ما دقتش الكفتة، تصدقني يا حق تزعل منك. إيه يا سلمى كل يا حبيبتي. ما أنا باكل أهو يا بابا. عجبتني مع هدى هانم. أنا ما زعلتش منها خالص. الهانم من حقها تطمن على بنتها. وأنا كمان اطمنت. اللي يعرف يرد على هدى يعرف يرد على أي حد. متشكر. هدى دي قصة حب عظيمة. على فكرة هدى هانم بجد جدودها بشوات زيك كده. إنما أنا من عامة الشعب. كلنا من عامة الشعب يا فاروق. لا إزاي؟ أنت جدودك بشوات، ده أنت حفيد نوار باشا الله يرحمه. المهم أنا إيه؟ هو ده اللي أنا دايماً بقوله لهدى. المهم أنا إيه؟ وأنت تقريباً القصر بقى بتاعك. المحامين عندهم دلوقتي خرايط ووثائق ومستندات كلها اتعملت عشان تبان أصلية. أي نعم اتكلفت فلوس كتير قوي، بس مش خسارة فيك. أنا ما كنتش عايز القصر. متأكد؟ أيوه. حضرتك اللي خليتني. حضرتي ملوش أي علاقة. حضرتي عايز يريح بنته. أنا ما ضغطتش عليك خالص، أنت حر. عايز تكمل بسلمى والقصر وتكسبني؟ ده اختيارك. طول عمري محظوظ، اتولدت في الثورة قامت. لولا كده كان زماني لسه فلاح في جنينة هدى هانم. بالرغم ان انا ما دخلتش الجيش عشان كنت وحيد وما حاربتش، بس استفدت. الحرب بتجيب سلام، والسلام بيجيب انفتاح، والانفتاح بيجيب فلوس. كله بالتعب والمجهود، والتاريخ بيلعب مع الشاطر زي ما لعب معاك. لعب معايا ازاي؟ اداك قصر. يلا يلا روح لسلمى ضحكها وفرحها وبسطها وقول لها انك مش عايز القصر عشان تشوفك بطل، ونتقابل يوم المحكمة عشان نجهز للفرح. القصر ده بيخوفني، عمري ما دخلته الا لما الاحوال كانت بتضيق عليا. كنت بدخل عشان اخد لوحه وارسمها، بندخل وانا خايف وبنخرج وانا خايف. ليه يا اكرم؟ ده قصر جميل، حد يخاف من الجمال؟ ده انا هنتجوز سلمى ونعيش فيه. ايه؟ حلم، حلوه والله يا ابني، حلم قديم وان شاء الله هحققه. حلو قوي ان الواحد يكون عنده حلم. انا حتى ما بنحلمش وانا نايم، لكن انت هتحافظ على تحف وطرازه، صح؟ طبعا، على قد ما نقدر هخليه زي ما هو. هو انت ايه اللي مضايقك قوي كده النهارده يا اكرم؟ قلة الحلم. مفيش حلم كله شبه بعض. قاعد بنستنى الايام ممكن تفاجئني بايه وما نقدرش عليه. محتاج فلوس؟ لا لا، انت داخل على جواز وقصر ومصاريف. امسك. هو انت بتجيب الفلوس دي منين؟ مش مهم بقى، خد وانت ساكت. متشكرين يا عم، بس لما تستلم القصر هنجيب العيال وامهم ونجرب ونسكن معاكم شويه. ازاي يعني؟ لا طبعا. بصفاتكم ايه؟ صفتي بهرج. عندنا بس يا يوسف مشكله صغيره والقضيه كلها ممكن تتحل. خير؟ لازم نضحي بحد من جدودك. مش فاهم. الورق كله متظبط على ان اللي عدى اقل من 100 سنه ما عدا موضوع الجدود، فاحنا هنستغنى عن يوسف الثاني. يعني اسمك هيبقى يوسف محمد يوسف نوار على طول، من يوسف الثالث يوسف الاول، من غير يوسف الثاني. ودي بتتعمل ازاي؟ ده شيء سهل، تصحيح اسم، شغل سجلات. من يوسف يوسف دي غلطه، يوسف زياده يا عم اتكتبت غلط زمان. بقول لك ايه، ما تقلقش انت نفسك بالموضوع ده، المحامين هيهتموا بالقصه دي كلها. أنا قلت أقول لك بس عشان ما ترجعش تقول اسم جدي فين ولا حاجة، ترجع تطلب تعويض. يعني ده ما يعتبرش تزوير؟ تزوير؟ أنت راجل بتبالغ في المسائل كده ليه؟ اعتبره تكسيف، تخفيف كده يعني، يا راجل كبر دماغك. قوم يا عزة، اتحرك. عجزت يا يسا. يلا يا عم ياسا، عاوزينك. ده وده وقته دلوقتي، حد هيبص على مركوبك يا ياسا؟ مفيش فايده. الجزمه يا نبوي هي اللي بتقول اذا كنت راجل عليها القيمه ولا لا. جزمتك بتلمع تبقى راجل محترم. الجزمه والبدله وتربوشك هم اللي بتقول بيهم للناس انا محترم وبحترمكم فيحترموني. فهمت يا النبوي؟ طيب ماني مداس يا عادي اهو، معنى كده انني مش محترم؟ طبعا يا نبوي، علشان كده انت في الجنينه وانا على الكاريتا. صباح الخير. صباح الخير يا هانم. يوسف بيه زهق ومش عايز يكمل معانا، انا قلت اسيب البيه على راحته. طب طمني انت يا دكتور. يوسف بيه عنده كل المعلومات وهو هيطمن حضرتك بنفسه، وانا هتابعه بعد اذنك كل يوم في القصر ما دام مصر. ما تخليك هنا، لو المستشفى احسن لك خليك يا حبيبي. ما فيش احسن من اني ارجع معاكي خديجة هانم. ايه ما وحشتكيش؟ شكرا يا دكتور. هعدي عليك بكره في القصر ان شاء الله يوسف بيه. نورتينا يا هانم. ميرسي. شكرا يا دكتور. العفو، مع السلامه. اول مره لهانم تخرج من سنين، تخرج تروح المستشفى. معقوله؟ ما تيجي بالمناسبه دي نخلي يسع يفسحنا شويه في اسكندريه، ايه رايك؟ اللي تشوفه حبيبي. زي ما عندكش عربية لحد دلوقتي يوسف بيه. أنا بحب ياسر. يوسف إيه المعلومات اللي أنت عارفها اللي الدكتور قال لي عليها؟ المعلومات يا ستي إن يوسف تعبان شوية، والتعب بتاعه ملوش علاج في المستشفى. طب علاجك فين وإحنا نروح له؟ حتى لو بره نسافر. علاجي اني افضل جنبك ونقعد في القصر على كنبه نوار باشا يا خديجه هانم. ايه اللي فيك قول لي؟ هو نوار باشا مات في سني تقريبا، مش كده؟ انت ايه اللي تعبك؟ انا عيان بالسعاده اللي ما كملتش خديجه هانم. السعادة لما ما بتكملش بتبقى جوه الجسم علة. بعد الشر عليك يا عمري وانت تفرح. ما انا فرحان معاكي اهو. شفت اسكندرية حلوة ازاي خديجة هانم؟ معقولة ما خرجناش سوا قبل كده وحرمنا نفسنا من اللحظات الحلوة دي؟ قولي نفسك في ايه وانا اعملهولك. نفسي ارجع من السفر تاني واشوف الفرحه في عينيكي، والدنيا لسه فيها وقت، ونادره بتلعب بيانو وانا اجري عليها وابوس ايديها. ياه، تقدري ترجعي اليوم ده تاني خديجة هانم؟